قدوري ذلك المشجع الرياضي الذي لطالما صدحت حنجرته بحب الوطن وتشجيع المنتخب العراقي والأندية المحلية، ها هو يصل إلى النجف الأشرف مودعا إلى مثواه الأخير بعد معاناة مع المرض دامت لفترة طويلة. قدوري أبو هيثم يستاهل، هذا استاذي وحبيبي ورفيق دربي. يعني اليوم أني كسر ظهر الصراحة، لان انا ما عرفت القدوري، لو تصاحب خوص صاحب، لو تظل من غير صاحب، انا ما عرفت القدوري. يعني هذا القدوري مع الاسف يعني جاهلة كل المؤسسات الرياضية وجاهلوه هوايه. شيخ المشجعين قدوري عرف بسيرته الطيبة وولائه للوطن وللكرة العراقية، كان يشارك بصوته الجهوري منتخب بلاده ليرسم الابتسامة على وجوه العراقيين. باسم الجماهير الرياضية في محافظة النجف الأشرف وباسم أسرة اتحاد كرة القدم، نعزي الجماهير الرياضية في العراق وبالخصوص جماهير كرة القدم بوفاة المغفور له كبير المشجعين قدوري. حقيقة كانت مباريات كرة القدم تكتسب نكهة بوجود قدوري وإخوانه الآخرين في تشجيع الأندية العراقية أو المنتخبات الوطنية. كان رحمه الله إنسان فقير مكافح. رموز رياضية نجفية شاركت تشييع جنازة المشجع الدولي قدوري، لكنها أبدت استغرابها من قلة المشيعين. صارت خيبة أمل كلش كبيره، نعتب على الدوله كلش، لان كانش ما يحكي ويقول انا ابن العراق، وياما حمل العلم العراقي واتجه به الى بلدان عربيه والخليج كله، وياما طلبت من يم الخليج ان يتجنس بس رفض، قال لا انا ابن العراق. احمل مسؤوليه عدم الحضور من هم معنيين الان في المسؤوليه الرياضية، سواء كان بالأندية أو الاتحادات أو الممثلية أو غيرها، أحملهم مسؤولية ما حصل من تقصير. من النجف الأشرف، منتظر الشريفي، العراقية الرياضية.